اهلا بكم من جديد انطلقت امس عمليه عسكريه للجيش العراقي للقضاء على بقايا الارهاب لمحافظه الانبار والمناطق القريبه من الحدود مع سوريا والاردن وقال نائب قائد العمليات المشتركه العراقيه في بيان ان عمليه عسكريه انطلقت لتفتيش وتطهير محافظه الانبار والمناطق المحيطه بها في الحدود العراقيه السوريه الاردنيه والحدود الفاصله مع قياده عمليات الفرات الاوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الارهاب وفرض الامن وتعزيز الاستقرار في الوقت نفسه استمرت الاحتجاجات في عدد من المدن العراقيه مع دعوات لتنظيم مليونيه نسائيه اليوم في العاصمه العراقيه بغداد توقع الدعون اليها ان تكون الاولى والاكبر من نوعها في تاريخ البلاد في فقرة الآن ينضم إلينا فيها الاستوديو ضيفنا الكاتب محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أهلا بحضرتك أستاذ أهلا بك خلينا نبدأ الأول من هذه الحملة الكبيرة اللي أطلقها الجيش العراقي في الأنبار طبعا هو هي ليست الحملة الأولى يعني كان هناك في عندما كان يتم تحرير العراق من داعش كان هناك حملات كثيرة تم إطلاقها وخصوصا في الأنبار باعتبارها طبعا من اكبر يعني تعتبر اكبر تقريبا مدينه عراقيه. طيب ماذا في هذه الحمله؟ ما توقعاتك لها ورايك فيها وخصوصا انه الغطاء الامريكي غير موجود الان. يعني عندما بدات الاحداث في العراق في اكتوبر الماضي حذرنا كثيرا من ان حاله الاهتراء التي يمر بها العراق وتلك التناقضات الكبيره و انشغال القوى الأمنية بمحاولة ضبط إيقاع المتظاهرة المظاهرات هذا كله سوف يفتح الباب واسعا أمام بقايا داعش وخلاياه النائمة في العديد من المحافظات أن يعود ويمثل تهديدا حتى العاصمة بغداد نفسها وهذا ما جرى بالفعل بدأت بالفعل فلول داعش تهاجم بعض المحافظات خاصة صلاح الدين ربما الأنبار لم تشهد يعني عمليات من قبل داعش ولكن غالبا على مدى تاريخ الجماعات المسلحة بالعراق ما بعد نظام صدام حسين بدءا من التوحيد والجهاد ومرورا بمجلس شورى المجاهدين ثم دولة العراق الاسلاميه ثم داعش دائما ما تختفي تلك الخلايا سواء في داخل العشائر باعتبار ان معظمهم من ابناء العشائر اصلا العراقيه او في الصحراوات الفاصله بين محافظات الانبار وكربلاء وتلك المناطق المفتوحه التي يصعب السيطره عليها باعتبارها مناطق حدوديه وباعتبارها مناطق شحيحه السكان وهذا ما يجري بالفعل. الحمله التي يقودها الجيش العراقي الان بالتاكيد هي محاوله للتذكير بان هناك قوه عراقيه ولكنها هذه المره تفتقد الى الكثير من الزخم. اولا الغطاء الامريكي هناك ميوعه امريكيه في التعامل مع الامر خاصه بعد المطالبات الكثيره. من جانب العراقيين والكتل السياسية الشيعية تحديدا بخروج القوات الأمريكية وإنهاء وجودها ثانيا قوات الحشد الشعبي التي لاقت الأمرين سواء من جانب القوات الأمريكية أو من جانب الرفض في الشارع العراقي حتى في تشكيلة الحكومة سيد مقتدى الصدر الذي يعتبر أحد العناوين الكبيرة لإيران في العراق يرفض أن تكون هناك وزراء ينتمون لتلك الميليشيات اذا هناك ازمه كبيره جدا تواجه القوى الامنيه وقوات الجيش العراقي في التصدي لداعش اللهم الا المنقذ الوحيد لذلك هو صحوه الاهالي ومشاركتهم بشكل كبير وعدم توفير ملاذات امنه لتلك العناصر وسواء بالابلاغ عنها او رفض وجودها في الداخل لان هذه الازمه الكبيره دائما في العراق منذ بدء تنظيم القاعده في بلاد الرافدين يعني كانت هناك الملاذات الامنه التي يوفرها الاهالي باعتبار ان هذا اولا كان جهاد ضد القوات الامريكيه وهؤلاء المجاهدين ثانيا كان حرب بين السنه والشيعه بسبب احساس السنه بالغ غبن وعدم نيل الكثير من الحقوق السياسيه. طيب هناك من يقول انه يتم قد يتم استبدال القوات الامريكيه او التحالف الدولي لمحاربه داعش بالنيتو مثلا حلف النيتو واللجوء الى بعض القوى الاخرى وان تبحث الحكومه العراقيه والجيش العراقي عن بدائل اخرى غير الولايات المتحده الامريكيه وغير ايران ايضا ماذا عن هذه السيناريوهات المطروحه؟ شوفي خليني اكلمك بقى بصفه يعني حد عايش هذه المناطق وخبرها شارع عن شارع يعني لا مناص ولا سبيل لا قوات امريكيه ولا قوات ايرانيه الناس, الناس هم الوحيدون الكفيلون بان يتصدوا لمثل هؤلاء الدواعش الطبيعه الجغرافيه وانا يعني قلت هذا كثيرا ان جزء كبير من الدواعش محسوبون على عشائر عراقيه بالفعل والجميع يخبرهم وهناك تجارب واضحة وصريحة جدا وظاهرة للعيان في مناطق خاصة في محافظة صلاح الدين ربما تحدثت عن الهزيمة الوحيدة التي تلقاها داعش في بدايات هجومه على العراق واحتلاله ثلاث محافظات المحافظات السنية كما تفضلت حضرتك الأنبار هي أكبرهم هي أكبر محافظة عراقية والموصل أو نينوى هي يعني الموصل هي عاصمة محافظة نينوى وصلاح الدين بكل مناطقها مم. السنيه، الهزيمه الوحيده التي تلقاها داعش في البدايات كانت في منطقه تسمى الضلوعيه ومن اهل المنطقه وسموا حتى تلك المعركه ذات السواتر مم. لانهم تصدوا بشكل يعني بطولي وعظيم جدا لانهم يعلمون هؤلاء وكانوا يسمونهم حتى الجواحش في نوع من التسخير منهم والتقليل من شأنهم وقاوموا هؤلاء ومنعوهم من الاستيلاء على تلك المدينة الصغيرة التي يحتضنها نهر دجلة أفلاحوا في منطقة أخرى تسمى العلم وانتقموا من آلاء انتقام عسير جدا ومن من السنة أيضا ويوجد بها جماعة اسمها المرجعة كانت تدعو إلى عدم الجهاد دائما وكانت تقف ضد موضوع الجهاد من جانب التنظيمات التي كانت تدعي الجهاد ضد إذن أقول لك أن أهل المناطق هم الوحيدون الكفيلون بدعم حكومي أن يتصدوا لتلك الظاهرة أما موضوع الناتو طبعا هو بالفعل أعلن أمين عام حزب الناتو أن هناك خطط لاستبدال التدريب تحديدا وليس طبعا القتال التدريب وتطوير الإمكانيات بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية إيران دائما ما كانت تريد أن يكون لها دور لذلك كانت حريصة على تقوية الحشد الشعبي تمويله وتدريبه وتسليحه أيضا والضخ بعناصر ربما تدين لايران بالولاء اكثر من العراق وان كانوا حققوا بعض النجاحات في مقاومه داعش ولكن ايران تريد ان تقول انا موجوده وادافع عن مناطق السنة لكن عوده داعش بشكله المعتاد او بشكله اللي كنا عارفينه في هذا الوقت اللي انتشر فيه بهذه الكثافه غير مطروح في في العراق في الوقت الحالي؟ والله طبعا بالـ 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 بالصوره التي ظهر عليها لانه كان الحقيقه كان وضع شبه مرتب يعني ان يستولي مئات العناصر فقط مئات العناصر <applause> على ثلاث محافظات تمثل اكثر من ثلث العراق ومساحات مفتوحه هذه جغرافيه هذه الاماكن هي صحراوات مفتوحه يعني اي طيران او اي رز كان وتوجد هناك قاعده اكبر قاعده امريكيه قاعده الان يعني الاسد في الانبار يعني اي رصد كان سيوضح لا لا يعقل ابدا لم يكن معقولا ان يستولى مئات العناصر بسيارات دفع رباعي واحاديات يعني اسلحه متوسطه وليست ثقيله على اكثر من ثلث محافظات العراق وتعليق الـ 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 الناس على النخيل هناك يعني هذا كان امر الحقيقه يعني يفق يفتقد الكثير من التحليل العقلي وانا اتصور ان عوده داعش بمثل هذه الصوره ليست واردة ولكن هناك مخاطر جمه وجثيمة في بخصوص عوده داعش ونشاطها الارهابي الكبير ولكن ليس بمنطق السيطره الكامله مم. على المناطق طبعا العمليه السياسيه وما يشهده العراق من توترات جزء كبير من هذه صحيح العودة صحيح سانتقل مع حضرتك نعم. للعمليه السياسيه لكن قبل يعني ان اختم الجزء المتعلق بهذه العمليه العسكريه الحدود بنتكلم عن حدود سوريا اردنيه هل تعتقد تعاون من الجانب السوري او الاردني؟ يعني هو في اشكاليه كبيره جدا انه انت عندك عشرات الالاف من الدواعش يحركهم اردوغان داخل سوريا نعم. والان مازق ادلب وانا تحدثت عن ذلك كثيرا قلت ان المشكله هي المخزن الجهادي في ادلب وليس امر اخر اردوغان سيطر على الشريط الحدودي بدعوى منع الاكراد من تهديد تركيا اكراد سوريا اقصد طبعا ولكن الهدف الاساسي له هو ضبط الحدود مع العراق حتى اذا حانت الفرصه ولم يستطع اردوغان ان ينقل الدواعش بطريقه امنه الى ليبيا كما كان يريد مم. بسبب الموقف المصري وقوه الجيش المصري والتهديد الصريح من مصر بان الامن القومي مم. لا يجب المساس به ينقلهم للعراق ينقله جزء منهم الى العراق لانه يسيطر على الحدود وهو مم. الذي يستطيع نقلهم لان هذا لانهم بالنسبه له ليس مخزنا جهاديا ولكن مخزنا للمساومات والابتزاز مم. سواء بارسالهم كمهاجرين غير شرعيين لاوروبا, لأوروبا. وعائلاتهم او بارسالهم واطلاق يدهم في المناطق السوريه حتى يعملوا قتلا وتدميرا او, أو حتى نقلهم الى العرب هذه الخطوره ده ده ده. الكبيره صحيح أو حتى الاردن لا الاردن مم. يعني الحدود مضبوطه والاردن لا يعني من الدول التي لا تسمح ابدا صحيح بالعبور طيب. او او, مثلها أو حتى لها. تهديد الدول الاوروبيه ليس فقط بارسال مهاجرين ولكن بارسال ارهابيين معظمهم من او او يعني نسبه منهم آه من دول اجنبيه اصلا ما انا اقصد المهاجرين مش المهاجرين العاديين لا م. ده هي هي اوروبا ليه مرعوبه من مساله الهجره غير الشرعيه القادمه من تركيا تحديدا؟ لانه في داخل هؤلاء المهاجرين الشرعي الغير غير الشرعيين ليسوا مواطنين عاديين هاربين وانما دواعش م. ومامورين ومدربين صحيح المصطلح يعني اللي بيطلق عليهم في في بعض الأماكن هو المقاتلين الأجانب يعني هؤلاء الإرهابيين مقاتلين جزء أجانب كبير منهم طبعا جزء نعم. كبير من الإرهابيين الدواعش في إدلب جزء كبير منهم سواء اللي تحت سيطرة الأكراد في سجون أو حتى المطلقين في إدلب جزء كبير منهم أجانب وخاصة أوروبيين ولهذا أوروبا مرعوبة نعم طيب ننتقل إلى الاحتجاجات والمشهد السياسي والميداني في العراق أيضا في العاصمة وفي المدن اللي بتشهد زخم في هذا الخصوص في البداية المظاهرة النسائية اللي تم الدعوة إليها واللي متوقع أنها تكون الأكبر والأهم في تاريخ البلاد من نهر. نعم وأيضا التطور اللي بتشهده بشكل يومي في الميادين العراقية بغض النظر عن أي تقدم بيحرز في الجانب السياسي تعقيبك عليه طبعا العراقيون سئموا من كل ما يجري وأصبحوا فقدين الثقة وحتى المظاهرات التي تخرج أنا دائما ما أصور أن الحالة الأخيرة هو يعني ناس فقدوا الأمل وبالتالي يعني يمكن أن ينفجروا في أي وقت ولم تعد لديهم حسابات للمكسب والخساره لانهم خدعوا من الجميع، مم. حتى الموقف الاخير لمقتضى الصدر وطيار الصدر والقبعات الزرقاء وما اثير حول هذه الخلافات التي اسقطت شهداء للاسف الشديد في الميادين سواء في الناصريه او في النجف وغيرها واضطرت مقتدى الصدر الى ان يقل تنظيم القبعات الزرقاء التي يعني كان لها موقف سيء جدا في التظاهرات الأخيرة جعلت الناس تفقد الأمل تماما وتفقد الثقة في القوى السياسية نعم. ولذلك هم خرجوا ولن يعودوا والمحافظات الجنوبية تعج بحالات التمرد ضد نظم الحكم على مدى التاريخ نعم. الآن شيوخ العشائر عندما رأوا أبنائهم يقتلون فلم يعد لديهم حساباتهم يمهم أبنائهم ثانيا النفوذ الإيراني الذي أوهمهم بأنه سيكون داعم لهم كشف وظهر وجهه القبيح فلم تعد هناك حسابات حتى المرجعيات الشيعية أصبح هناك تشكيك كبير سواء المرجعات الدينية أو المرجعات السياسية متمثلة في مقتدى الصدر وآل الحكيم وغيرهم الأمور أصبحت يعني هناك فلتان غريب في حالة الولاءات وبالتالي الشارع العراقي بعد أن قدم كل هذه الدماء ودفع هذا الثمن الباهظ من أجل تغيير الوضع وهو, وهو يرى أن الكرة تعود للأسف سيعود وسيستمر في عارف يا أستاذ محمود يعني البعض بيراهن على فكرة أنه هذه الامور تخيف الحراك وتخيف المتظاهرين لكن على العكس يعني من حديث حضرتك وحتى يعني بالمنطق وبمتابعه حتى كل ما حدث في المنطقه العربيه منذ 2011 الاستمرار في يعني تعمد قتل المتظاهرين بهذه الطريقه يؤدي الى العكس يعني يؤدي الى النزول اكثر ويؤدي الى هم هم يعتقدون انه هذه الفكره ستخيف او سترهب لا شوفي عشان بس ما من من ندخلش من الحراك اللي حصل في 2011 وتبعاته بموضوع العراق دي حدوته تانية خالص لانه في النهايه كشف ان هذا الحراك كان ممولا وكان يهدف الى تسقيط الدول العربيه وسياده حكم الاسلام السياسي لولا بطوله رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في 30 يونيو وانهاء أكبر عقدة في المنطقة وهي عقدة الإخوان المصريين التي ربما يعني أطلقت العنان لأي حلم بالتخلص من الإخوان هذا التنظيم الإرهابي الذي لم يكن أبدا له أن يقود دولة بحجم مصر الموضوع في العراق مختلف الموضوع في العراق سيطرة إيرانية ورغبة حقيقية من الشارع العراقي الذي أعمل فيه القتل والتدمير والتشريد انت بتكلمي عن خمسة مليون عراقي خرجوا من بلدهم خمسة مليون بني ادم هجروا وهجره يعني طلعوا من بلدهم في وقت من الاوقات بتتكلمي عن فصل طائفي بتتكلمي عن انهيار تام الاقتصاد بلد بمثل العراق بهذا الحجم من الاقتصاد لا توجد فيه وظائف والكهرباء حتى الان لا يوجد كهرباء الناس بتعتمد المولدات هل يعقل ذلك انت تتحدث عن وضع بائس ماساوي العراقيين يريدون التخلص منه وراوا في الحراك رغم كل مخاطره انت تتحدثي عن حوالي 700 شهيد حتى الان بتحدثي عن مفقودين وما زال عمليات الاغتيال بالامس او اول امس اغتالوا احد الزملاء وهو يعمل في احدى القنوات الخاصه العراقيه مساله الاختطاف والاختفاء القسري الحقيقي مش الاختفاء القسري المزيف تحدثي عن حوالي خمسة او ستة الاف معاق بسبب الاصابات الشديده بتحدثي عن 25000 الف جريح ثمن باهظ لهذا الحراك والجميع يستمر م. فيختلف عن 2011 العراقيون طيب. رغم كل ما جرى مستمرون حتى نحن. يحصلوا على قدر من النسائيه كيف تعقب عليها يعني بالتاكيد هو هي, هي يعني الحبل على الجرار كما يقول العراقيون والتطور في الحراك مفتوح على مصاريعه طالما ظلت تشكيل سير العمليه السياسيه يسير بنفس الوتيره التي رفضها الشعب العراقي وثار عليها. علاوي يريد توفيق علاوي يريد حكومه بلا محاصصه ولكن هذا بالتاكيد امر يعني من الخيال الجميع اصبح له وضع قانوني واصبحت مكاسب لا يمكن الاستغناء عنها ان تكون هناك حصص في الحكومه حتى ما يدعيه مختار الصدر من انه يريد حكومه بلا ميليشيات وبلا كيف ذلك؟ الرجل اولا امين عام مجلس الوزراء وهذا منصب خطير جدا في العراق السيد حميد الغزي هو تابع للطيار الصدري وهو من اهالي الناصريه الصدر حتى وان جاء وزراء لا يحسبون عليه مباشره ولكنهم متعاطفين مع الطيار الصدري ناهيك عن ذلك هذه مناصب سياسيه المدراء العموم ووكلاء الوزراء الذين يديرون ماكينه الدوله معظمهم من الصدريين وينتمي جزء منهم الى تيار الفتح، إذن حتى اذا كانت الصوره شبه جميله بانه لا يوجد ميليشيات رغم ان الاكراد يصرون على توزير وزير ماليه تحديدا لانهم يعانوا كثيرا في موضوع صرف حصتهم من الميزانيه العراقيه والسنه ايضا يريدون على الاقل وزاره سياديه مثل الدفاع مثلا او الداخليه حتى وان ظهرت الصوره انها عناصر غير تابعه لتيارات تاكدي انهم متعاطفين او انهم جاءوا بحس التيار الصدري او كتله الفتحة او غيرها لانها اصبحت مكاسب لا يمكن الاستغناء عنها وهي مكاسب لو تعلمين عظيمه. هل هناك ما يمكن ان تقوم به الحكومه يعني توفيق علاوي محمد توفيق علاوي من خلال تشكيل الحكومه ومن خلال الخطوات والاجراءات التي سيتخذها يعني هل هل هناك خطوات يستطيع القيام بها فيما يخص هذه الحاله من عدم الثقه في كل التيارات السياسيه وفي كل الرموز السياسيه؟ هو هناك محاوله يعني انا سمعت ولكن لم يتحقق هذا الكلام أنا محاوله لاسترداء الشرع بعرض وزاره الداخليه على او وزاره الدفاع على عبد الوهاب الساعدي ولكن الرجل رفض طبعا في محاوله لاسترداء الشرع. ايضا تم ذكر اسم احد قيادات الشارع من النصرية والدكتور علاء الركابي وهو رجل يحظى باحترام شديد جدا وقاد الشارع في النصريه بشكل يعني عبقري ايضا طرح الاسم ولكن لا اتصور ان الشارع سوف يقبل باقل من حكومه حقيقيه تكون بعيده الولاء عن ايران وهذا امر حقيقه شديد الصعوبه المشاورات تجري في سريه تامه على غير المعتاد في العراق ولا يعلم احد الاسماء المتداوله حتى الان وتهديدات الصدر كانت صريحه وواضحه ولكن للحصول على حصه اكبر في الكعكه العراقيه وليس انه ضد ايران او ضد لانه جزء منها يعني اكبر ميليشيات كانت في العراق كانت كان جيش المهدي ثم بعد ذلك حصائب اهل الحق التي انشقت عنه وسرايا السلام التابعه الان للتيار الصدري وحتى القبعات الزرقاء التي اعملت قتلا في المتظاهرين بدعوة ضبط ايقاع المظاهرات وان هناك مندسين وغير ذلك. إذن الوضع الحقيقه في العراق شديد التعقيد ومساله التوقع اعتى المتخصصين في الشان العراقي لا يستطيعوا توقع مم. الحاله العراقيه ولكن دعينا نؤكد على ان هناك دائما امل كنت اتحدث مع الزملاء كالعاده قبل مجيئي للاستوديو لاعرف اخر تطورات الشارع والجميع يقولون يعني متى ياتي الينا سيسي يعني صدقيني هذه حاله يعني غريبه ووطنيه شديده لانهم راوا كيف كانت مصر والمنزلقه التي كانت سوف تنزل فيه بسبب حكم التيارات الاسلاميه بالمناسبه هي تيارات دينيه معظمها الذي يحكم العراق سواء انتمائها ميليشياوي او انتمائها اخواني متمثل في العزب الاسلامي وغيره راوا كيف كانت مصر وكيف اصبحت الان من قوة وبهاء وازدهار ومحاولة لأن تكون هناك دولة وطنية حقيقية بقيادة الرئيس فتح السيسي الجميع يحلم بأن تكون هناك دولة وطنية ولكن هذا حلم حقيقة ما زال بعيد المنال في صحيح لأنه التركيب يعني صحيح التركيبة يعني التركيبة الطائفية الطائفية للعراق وحتى التركيبة الطائفية والتدخلات الإقليمية غير المسبوقة في أي دولة في العالم أنا أقول لك عن ثقة تامة هناك تدخلات في العراق غير مسبوقه سواء طيب. من القوى الاقليميه العظمى او من القوى الدوليه. على مستوى الاجراءات المحدوده حتى استاذ محمود، اللجان التي شكلت، مثلا اللجنه، لجنه التحقيق التي شكلت في التحقيق في من قتل المتظاهرين او في محاسبه المسؤول عن قتل المتظاهرين، هيئه النزاهه التي شكلت لمحاسبه الفاسدين، يعني هذه اجراءات بس يعني اجراءات محدوده وبسيطه بعيده عن التركيبه السياسيه والطائفيه للعراق، تفهمني حضرتك؟ يعني هل يمكن تحقيق اي اي انجاز في هذه اللجان؟ في عام 2005 اختفت اللجنة الأولمبية العراقية اختفت يعني تمام ناس جم خدوم كده واختفت وحتى الآن ما زالت هناك لجنة للتحقيق ولم تظهر نتيجة أنا لا أريد أن يعني أبث اليأس ولكن صدقيني التدخلات الإقليمية وتوزيع الولاءات وعدم وجود كيان لدولة وطنية وقوة وطنية حقيقية تحكم المشهد العراقي تطيح باي امل في الوصول الى اي شيء هناك الالاف من الجرائم وليس المئات التي ارتكبت وجرائم واضحه للعيان والنش انا يعني كنت شاهد على جرائم كثيره جدا حصلت امام عيني وحتى الان لم تصدر فيها اي احكام ولم تصدر فيها اي حقوق لكن لكن هذه المره كل هذا بيصطدم بال باللي احنا بنشوفه من 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 الميادين ومن صور ال ومن يعني كل ما يصل الينا من هذه الصور فيما يتعلق ب يعني مرحلة الاستبياع من من جانب المتضررين. نعم م. نعم أنا متفق معك وأؤكد ما تذهبين إليه حضرتك تماما أن هناك حالة من اليأس م. التي تدعو ربما إلى الانتحار في الميادين والانفجار في أي في أي شخص ولكن ماذا يفيد؟ طالما ظلت الميليشيات تحكم قبضتها على العراق وظلت الولاءات إلى قوى خارجية سواء قوى إقليمية عظمى أو قوى دولية صدقيني لا أمل اللهم إلا خروج ناس يتمتعون بالوطنيه وتكون لهم اليد العليا، هم في الشارع موجودون، ناس م. يتمتعون بالوطنيه ولكن ليست لهم اليد العليا، من يتحكم في مسارات الاحداث؟ سواء على الصعيد السياسي او الصعيد الامني او حتى يا سيدتي على صعيد الصفقات، يعني في العراق ما يسمى بالحصه التموينيه، التموين يعني دي يعني باب للفساد مليارات الدولارات، من يتحكم فيها حتى هذه الميليشيات؟ محطات البنزين، من يتحكم في كميات الوقود المصروفه للميليشيات؟ الكهرباء من يتحكم في المولدات في الشوارع معظمها ميليشيات انت تتحدثي عن من يعني يتحكم في سريان الدم في الوريد دولة حضرتك تتحدث يعني ما هي بالفعل, هي بالفعل هو لا دولة. هناك محاولات لان تكون هناك دولة ولكن للاسف الشديد تدخل القوى طيب. الاقليميه خاصه ايران هذا هذه الدوله التي تعمل في العراق تدميرا وقتلا منذ طيب هل هناك رهان مثلا على علاوي كشخص يعني بإستطاعته بتشكيل حكومه وبرهم صالح ايضا اللي حاول اثبات حسن نواياه في الفتره السابقه تجاه المتظاهرين وتجاه مطالب المتظاهرين يعني لا أتصور لانه في النهايه اياد علاوي آه توفيق علاوي جاء برغبه من برغبه مقتدى الصدر وبرغبه هذه العامر <applause> هادي العامر الذي قال تظاهره يعني مسؤول يعني يرأس اكبر كتله نيابيه مم. ووزير وقائد عراقي كبير يقود مظاهره ويشرف على تكسير النوافذ والزجاج لسفاره اجنبيه ايا كانت هذه السفاره وايا كانت امريكا تستحق ام لا ولكن في النهايه هناك قانون وعرف وبروتوكول هؤلاء يخضعون لبروتوكولات معينه فانت تتحدثين عن رغبات لا يمكن ابدا إثناء لانه في النهايه حتى ليست رغبه وطنيه عراقيه هي رغبه ولاءات للخارج خاصة إيران وجزء منها تركيا من يدير الحزب الإسلامي وتركيا اللي هو واجهة الإخوان اللي هو كان منه نائب رئيس الجمهورية اللي هو طارق الهاشم الهارب الآن في تركيا الحزب الإسلامي تديره يدار من أنقرة يعني أنتِ تتحدثين عن إدارة بغداد شؤون بغداد من طهران وأنقرة وواشنطن ماذا تنتظرين؟ اللهم الا بالفعل يكون هناك قياده وطنيه تستطيع التغلب على كل ذلك وتقدم المزيد من الدماء وتقدم المزيد من التضحيات حتى تستطيع الحصول حتى ولو على نصف ما يريده العراقيون من وطن <applause> قوي حتى بعيد جزئيا عن الولاءات الخارجيه وبعيد عن الحكم الميليشياوي الذي نرى هناك كثيرون ينتقدوننا من من الاصدقاء العراقيين وانت تسقل يا سيدي انا احدث عن الواقع انا اتحدث عن الواقع انظر حال العراق هل هذه دوله بهذا الشكل دوله ميزانيتها تتجاوز ال115 مليار دولار ولا يوجد فيها حياه كريمه لا توجد فيها طرق لا توجد فيها كهرباء لا يوجد فيها حياه امنه هذا امر حقيقه يعني يعني لا يمكن يعني ما تقدريش تقول ان ده تجاوز او ده نوع من الهجوم على ايران او غيرها، بالفعل الجميع يعلم ان ايران تتحكم في الوضع على العراقي وتركيا تتحكم في الوضع على العراقي وامريكا تتوقع في تتحكم في الوضع لمصالحها، والجميع يتفق على جثه الشعب على العراقي مم. طيب اخيرا يا استاذ محمود لو يعني هل هل هناك توقع يعني لا توقع حتى على الارض ولكن نعلم أن المشاورات تتم بشكل يعني متكتم بعض الشيء ولكن هل اي يعني هل هناك اي مؤشرات لظهور الحكومه هو هو طبعا هيكون الحكومه مدتها شهر كما تعلمين هيكون هناك حكومه عراقيه ولكن ببعض التنفيذ لتوصيات خاصه الاكراد طبعا هم مصرين على وزاره الماليه وبالتاكيد السنه يريدون حتى وزير او اثنين يكونوا وزراء اقوياء ربما يخضع علاوي لرغبات السنه والاكراد حتى تسير الحكومه وتكون هناك معظم الحكومه من الشخصيات ربما غير المعروفه ظاهرا بانتمائها للتيار الصدري او الفتحة او غيرها ولكن كما قلت تدين بالولاء والتعاطف وستخرج الحكومه لانه العدد الذي يمثله آآ نواب التيار الص... كتله سائرون وطير الصدري وكتله الفتح آآ مع آآ دعم سني بسيط ودعم كردي سيتيحون اغلبيه مريحه لتوفيق علاوة على الاقل ليمر بتلك المرحله اذا كان هناك بالفعل رغبه في اجراء انتخابات مبكره يجهز لعلاوي من خلال تلك الحكومه المؤقته اشكرك جزيل الشكر الكاتب محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط وننهي مع حضراتكم هذه الفقرة من الآن باستعراض أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية عن آخر التطورات في العراق